السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف موقع اسمه ديمو f4map.com، وده معتمد على موقع اوبن ستريت ماب او تكنولوجيا اوبن ستريت ماب. طيب انا دلوقتي عايز اشوف الخريطة ثلاثية الابعاد، تمام؟ فانا بقول له هنا تعمل زوم على اي مكان انت عايزه، تمام، وتبدأ تشوف. اول ما بتعمل زوم قوي يعني تقرب جامد من المكان بيبدأ يحولها لك ل 3D بالشكل دوت. فلو في اي مباني 3D انت بتبدا تشوفها، تمام. وهنا بيقول لك انت عملت زوم قد ايه، ده هنا مثلا 12 متر، هنا 1 كيلو وهكذا. طيب خلينا مثلا نروح مثلا القاهره، خلينا نعمل زوم. هتبدا تظهر الخريطه، تمام، اهو اهو هتلاقي الخريطة بدأت تتحول ل 3D أول ما تبدأ تعمل زوم بشكل قوي. أهو ظهرت علامة 3D، فهو بيقول لك في بعض المباني معمولة بالشكل دوت، تمام. فده بتبقى مفيدة جدا من ناحية إيه؟ من ناحية إن أنت تبقى مثلا لو أنت بتصمم بيت مثلا معين في المكان دوت، عارف الجيران بتوعك عاملين إزاي، مش الجيران، البيوت اللي حواليك عاملة إزاي، في زلة قد إيه مثلا وهكذا. فدي بتبقى حاجة مفيدة. أغلب الحاجات دي معمولة بالذكاء الصناعي، فاحنا عايزين نعملها احنا بقى ايه، نضيف احنا الشغل بتاعنا، تمام. يعني نتمنى كل المباني اللي هنا تبقى 3D من خلال ان احنا بنشتغل ببرنامج اسمه كارتا فيو. كارتا فيو اهوت اللي هو ممكن تسطب من الاندرويد وتثبته وتثبت الموبايل بتاعك على الحامل بتاع السياره، بحيث طول ما انت ماشي بيبدا يصور الشارع، وبعد كده بيجي ناس ثانيه من خلال الصور بتاعه الشارع تعرف ارتفاعات المباني اللي انت معدي عليها، وتبدا تدخل بيانات، واحد تاني بيدخل الارقام مثلا بتاعه البوسطه والحاجات دي كلها. وطبعا الشغل ده كله ما بيكلفش اي حد فلوس خالص، بالعكس الدوله بتستفيد منها، انها بقى عندها قاعده بيانات ممكن عشان تعملها تكلفها مثلا 100 مليار حاجه زي كده. فاحنا بنعملها لهم اوبن سورس، وبنعملها لهم ببلاش ومجانيه، ونقدر ان احنا نعدل فيها زي ما احنا عايزين، وفيها امن وامان وكل حاجه. وبعد كده بنعمل المباني بالشكل ده 3D، تمام. هو هنا عملهم كلهم تقريبا ارتفاعات واحده، لا احنا بنبدا نشوف حسب الكاميرا اللي مصوره المكان. فدي مثلا متر مترين وهكذا، دي مثلا 4 ادوار، دي 5 ادوار، بندخل البيانات مظبوطه بشكل قوي، تمام، وهكذا. فاحنا محتاجين ان احنا نتعاون كلنا مع بعض. وطبعا اي حد عنده حاجه 3D بيبدا يرفعها، بحيث ان يبقى الخريطه كويسه جدا، واي حد يجي يزور البلد يبقى يشوف جمال الشوارع بتاعتنا اونلاين، تمام، قبل ما يجي. فاحنا عندنا اماكن كتير كويسه جدا عايزين كلنا نصورها، وعايزين نعتمد ونفعل فكره الاوبن ستريت ماب لانها دي حاجه قويه جدا. في عشرات البرامج، ده واحد منهم، وعشرات المواقع بتعتمد على الاوبن ستريت ماب وبتعتمد على الكارتا فيو. فنتمنى ان شاء الله نفعلها في كل مكان باذن الله.